الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز صادق. أبدأ تدخلي بالترحم على كل زملائي الذين فقدناهم جراء هذه الجائحة، ألا وهي جائحة كوفيد 19. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه في جناته. أما فيما يخص تقييم السنة، سنة 2020 هي سنة استثنائية، سنة استثنائية تمر على كل الوطن وعلى كل بلدان العالم. هي سنة صعبة، فقدنا كثير من إخواننا أثناء تأدية عملهم، يعني عمال الشركة ضحوا بنفوسهم من أجل تأدية الخدمة العمومية، والحمد لله بفضل النساء والرجال استطعنا أن نتحكم في الخدمة العمومية عبر جميع قطر الوطن. ما يخص نتائج السنة، يعني عموميا النتائج جد مرضية، وهذا يعود لكل التضحيات التي قاموا بها العمال والعاملات على كل المستويات، خاصة عملية التزويد بالكهرباء لمناطق الظل. إن شاء الله يعني سوف نحقق برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الوطن الحبيب، ونحقق كل تزويدات خاصة بالنسبة للمحيطات الزراعية والمستثمرين، وبالتالي سوف ندعم الاقتصاد الوطني عن طريق كل هذه الإنجازات. كما عاشت شركة صادق، الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أحداث سعيدة. العائلة كبرت لأنه انتقلنا من عدد العمال من 29 ألف عامل إلى تقريبا 32 ألف عامل، وبالتالي ذلك جاء على إثر إدماج عدة شركات، منها شركة المكلفة بالتجهيزات والعتاد، الشركة المكلفة بإصلاح المحولات الكهربائية، شركة كريداك المكلفة بتأهيل العتاد، وشركة ساتنفو تم إدماجهم بصفة كلية في صادق، والعملية تمت بنجاح والحمد لله. يعني عائلة صادق يعني رأي سعيدة بهذا الاتساع وبهذا الإدماج، وهذا كل يعود لصالح المواطن، لأنه بما أن هذا الإدماج جاء خاصة لتحسين الخدمة لصالح الزبون. يعني هذا حدث سعيد يأتي في سنة 2020 رغم كل، وأقول كل، الصعوبات التي واجهناها في أداء المهام. أما فيما يخص سنة 2021، إن شاء الله ربي يرفع علينا هذه الجائحة، وإن شاء الله ما نسجلوش وفيات أخرى من لعمالنا وعاملاتنا الأعزاء. يعني وإن شاء الله رئيس الجمهورية يعود لنا في أقرب وقت يعني ممكن، وإن شاء الله نتمكنوا من تحقيق كل متطلبات في مجال التزويد بالكهرباء والغاز لكل المواطنين، خاصة وأقول خاصة توصيات السيد رئيس الجمهورية في تزويد مناطق الظل بالكهرباء، المحيطات الزراعية والمستثمرين. هؤلاء يبقوا هم أولويات الشركة لسنة 2021. إن شاء الله سنة 2021 تمر علينا إن شاء الله بالخير والهناء لكل عمال وعاملات صادق بالدرجة الأولى، وعمال وعاملات سونغاز بالدرجة الأولى، وكل
المواطنين الجزائريين والأمة العربية المسلمة. وشكرا.